شو بدنا نساوي يا جماعة؟ نحنا ما قلنا مكانه، لازم نروح من هالبيت. يلا تعال. برأيي نستنى العم ميرزا هنيك ليجي، مو هيك جمال؟ هو يلي استقبلنا ببيته، وكتير عيب انه نروح من هون بلا ما نشكره ونودعه. يلا تعال. يلا يلا ليلى اركدي، تاكسي تاكسي واقف عندك، لا تروح. شبكي يا بنتو، يلا اركدي شوي، يلا اركبي.